السلام عليكم وتحياتي للجميع. نبدأ هذا الفيديو بهذا الخبر السار والجيد للجميع، وخاصة للأشخاص خارج ألمانيا. ابتداء من اليوم 1/6 فعليا دخل قانون الهجرة الجديد بجزئه الأهم، حيز التنفيذ، ولكن اليوم السبت عطلة في ألمانيا، وبكرة الأحد كمان عطلة. فابتداء من يوم الاثنين الأشخاص اللي حابين يتقدموا على عقد عمل، على فيزا العمل والقدوم إلى ألمانيا بشكل شرعي وقانوني 100% فيهن من يوم الاثنين التقديم على هذا الشيء. الموضوع هو على شكل التالي: بطاقة الفرص للقدوم إلى ألمانيا بشكل شرعي. طبعا هاي البطاقة عندها شروط، وكل طبيعي جدا كل دولة لها شروط للقدوم إليها ولإعطاء الفيزا. هون في ألمانيا في عنا حاجة ماسة لعشرات الآلاف من الأشخاص أو مئات الآلاف من الأشخاص ذو الكفاءات اللي عندهم شهادة مهنية أو شهادة جامعية، عندهم حاجة كبيرة كتير. فالأشخاص اللي بدهم يجوا إلى ألمانيا لازم يكون في شروط متوفرة عندهم. أول شيء مثل ما قلنا شهادة مهنية أو جامعية وخبرة على الأقل سنتين. يعني إذا عندك مهنة واشتغلتها لازم يكون في عندك شهادة هاي المهنة، الحلاقة، النجارة، يعني أي مهنة ما كانت لازم يكون في عندك شهادة مهنية، تدريب مهني، يعني خلصت التدريب المهني. وش شهادة جامعية؟ يعني أنت بكل الأحوال بعد تخرج من الجامعة لازم يكون في عندك شهادة جامعية، وهذا شيء متعارف عليه في جميع البلدان. لازم يكون هاي الشهادة معترفة بها بدولتك وكمان بألمانيا، يعني مو جايبها من مكان يعني غير حقيقية، مزورة، غير نظامية، هذا الشيء ما بيمشي الحال. بعدين إذا كشفوك ممكن تواجه إجراءات قانونية. يعني شهادتك لازم تكون سواء شهادة مهنية أو جامعية معترفة بها في ألمانيا وفي دولتك أيضا. هذا بخصوص الشهادة. الشرط الثاني اللغة الألمانية. هلا اللغة الألمانية مهمة جدا، في حالات ما تتطلب اللغة الألمانية في مهن. على سبيل المثال ما هي هاي المهن؟ مهن اللي لها علاقة بالمعلوماتية والكمبيوتر ومصممي البرامج واللي بيشتغلوا مع الشركات اللي بيشتغلوا عن بعد، فهذا المجال ما بده اللغة الألمانية كتير، حتى بدون لغة الألمانية فيهم يقبلوك. ولكن بنفس الوقت بالجهة الأخرى لازم يكون في عندك مستوى جيد جدا في اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية هي تقريبا بيتعاملوا فيها بالمعلوماتية والكمبيوتر واللابتوبات وصناعة البرامج والإعلانات والمواقع إلى آخره. فإذا عندك خبرة أو شهادة جامعية أو مهنية بالمعلوماتية والكمبيوترات وهي الأشياء ممكن تقدم حتى لو عندك اللغة الإنجليزية بس بدون الألمانية. أما المهن الأخرى فلازم يكون في عندك اللغة الألمانية. وبنصحك من الآن إذا في عندك رغبة للقدوم إلى ألمانيا بنصحك من الآن تتعلم اللغة الألمانية، يعني على الأقل مستوى B1 B1 جيد جدا وتقريبا كافي. وإذا ما قدرت A2 كمان مقبول يعني، ولكن شخص متعلم على سبيل المثال شخص جامعي ففيه ياخذ A2 A2 أو B1 B1 بشكل سهل جدا، يعني مجموعة من القواعد سهلة جدا للأشخاص المتعلمين والجامعيين. فعندنا شهادة اللغة. العمر لازم يكون عمرك يعني مناسب، على الأقل يكون عمرك 40 سنة ليكون في عندك فرصة أكبر للقدوم إلى ألمانيا. طبعا العمر المناسب واللغة والشهادة الجامعية المهنية بيعطوك نقاط، لازم يكون في عندك على الأقل 6 نقاط ليتم قبول طلب أو ملفك، ملف الفيزا أو طلب الفيزا للقدوم إلى ألمانيا. إذن حتى لو كان عمرك أكثر من 40 سنة ممكن تقدم، لعله وعسى يكون في عندك قبول وتجي إلى ألمانيا. شرط آخر لازم يكون في عندك اكتفاء مادي، يعني ألمانيا بتعطيك الفيزا لمدة سنة أن تأتي إلى ألمانيا وتبحث عن عمل بهاي المدة الزمنية، أو فيك تبحث عن عمل وانت لساتك خارج ألمانيا، تدور على عقد عمل من خلال أحد أصدقائك، من خلال معارفك تدور على عقد عمل وتلاقي عقد عمل وفور وصولك إلى ألمانيا تبدأ العمل، أو تأتي إلى ألمانيا وتبحث عن عمل بظرف سنة.
فبظرف السنة هاي أنت ما فيك تقدم اللجوء ولا تستفيد من نظام المساعدات الاجتماعية في ألمانيا، ولا جوب سنتر ولا سوسيال ولا أي شيء من هذا الموضوع. أنت راح تصرف على نفسك. فخلال هاي السنة لازم يكون في عندك اكتفاء مادي، مبلغ من المال في حساب بنكي مغلق تصرف على نفسك في فترة البحث عن عمل. ممكن بظرف سنة ما لقيت عمل، ممكن تطلب من مكتب الأجانب أو ستاندرد بهورد المكتب المسؤول عنك تمديد هاي المدة، ولكن تمديد هاي المدة بدها كمان شروط وإثباتات أنك ما حصلت على عمل. فالأفضل أنك بظرف سنة تلاقي عمل وتشتغل بشكل شرعي في ألمانيا. كمان في عنا ميزة أو شرط آخر، إذا كانت موجودة عندك ممكن يكون في عندك زيادة بالنقاط. علاقتك بألمانيا، يعني هل سابقا زرت ألمانيا؟ هل في عندك معلومات معرفة عن ألمانيا، نظام الحياة في ألمانيا، القوانين، الدستور الألماني، طبيعة الشعب الألماني؟ هل عندك أقرباء في ألمانيا، أب، أم، أخ، عم، عمة، خال؟ هل في عندك أي حدا بألمانيا؟ فإذا كان في عندك صلة بألمانيا أوكي، هذا الشيء مفيد جدا لك. وإذا ما كان في عندك صلة فهذا الشيء ما بيضرك يعني. فهي هي الشروط للقدوم إلى ألمانيا. ممكن كمان تراسلوا السفارات الألمانية الموجودة بدولكم وتتواصلوا معهم، أو فيكم تتواصلوا مع معاهد جوته لتعليم اللغة الألمانية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، لا تقدروا تاخذوا معلومات أو تقدروا توصلوا لطرف الخيط وبعدها تقدروا توصلوا إلى ألمانيا بطريقة شرعية. وبتمنى الكل يصل لوجهته سواء لألمانيا أو بدولته أو بدولة أخرى، نتمنى الكل يوصل لحلمه ولأهدافه. في خبر سيء ومحزن جدا، أنا شخصيا بشوف هذا الخبر محزن جدا، تضاعف عدد الوفيات في ألمانيا في 10 سنوات الأخيرة. في عام 2023 كان في عنا 2227 حالة وفاة في ألمانيا. فأنا بشوف هذا الشيء محزن جدا، أشخاص عم يدمروا أنفسهم بأنفسهم بأيديهم، عم يتعاطوا هاي الحبوب وهاي الأشياء حتى أنا ما بعرف يعني أسماءها أو مصطلحاتها الدقيقة. فعم نشوف ازدياد حالات الوفاة في ألمانيا في آخر 10 سنوات. طبعا 2227 حالة وفاة كان في عنا في عام 2023، وهذا العدد بيمثل زيادة 12% مقارنة بعام 2022. وإذا قارناه بقبل 10 سنوات هذا العدد تضاعف أكثر من الضعف، يعني قبل 10 سنوات كان 1000 شخص، حاليا وصل إلى 2227 شخص بسبب الحبوب المنتشرة اللي يعني حقيقة الأشخاص ما بعرف يعني وين بيلاقوها، يعني حتى ممنوعة البيع علنا، ولكن بيروحوا على ساحات، على في مجموعات من الناس حقيقة ما عندها لا شغلة ولا عاملة ولا دراسة ولا عمل ولا أي شيء، بس تشتغل بهاي الأشياء، بتبيع وبتشتري وبتدمر حقيقة بيوت وحياة الناس. أكثر مقاطعة ألمانية منتشرة فيها هاي الحبوب هي مقاطعة شمال الراين، نوردهاين فيستفالن للأسف الشديد. وهي المقاطعة بنفس الوقت في ألمانيا هي المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان، فخاصة للأطفال. بدي ننبه العوائل، يعني انتبهوا على أطفالكم رجاء رجاء رجاء، ما يضيعوا الأطفال منكم وهن بعمر الوردة، انتبهوا عليهم وكونوا حريصين عليهم، لأنه الطفل يعني حتى 15 سنة 14 16 سنة 17 سنة مرة مرتين ثلاثة تعود على هذا الشيء، بده سنين ليقدر يتخلص منها. وبتمنى الصحة والسلامة للجميع. في خبر عاجل وفيديو يهز ألمانيا، هجوم في وسط مدينة مانهايم يوم الأمس الجمعة. يوم الأمس الجمعة ما بين حوالي الساعة 11 و12 الظهر كان في شخص ألماني عمره 59 سنة بينتقد الإسلام، بينتقد القرآن الكريم مرارا وتكرارا، وبيطلع بالساحات بيمسك الميكروفون وبينتقد الإسلام السياسي والمسلمين والقرآن الكريم. كان في له تجمع، طبعا هذا الشخص محسوب على حركة يمينية شعبوية في أوروبا وألمانيا. فكان هذا الشخص عم يلقي كلمة في مدينة مانهايم في سوق في وسط مدينة مانهايم يوم الجمعة يوم الأمس، وكان مجموعة من الناس حاضرين عم يتسمعوا له. شخص من الجنسية الأفغانية عمره 25 سنة بحسب المعلومات المنتشرة لحد الآن،
قام بطعن الرجل الألماني وأيضا طعن رجل شرطة في ألمانيا في مدينة مانهايم بهذه الساحة، وطعن رجل آخر. الشرطة يعني لاقت صعوبة في السيطرة عليه. أنا شفت الفيديو حتى لما أسقطوه أرضا، هذا الشاب يعني هو 25 سنة الشاب لسه يعني أول عمره بكل قوته، فلت منهم وكمان نهض وطعن شرطي ألماني من الخلف من الظهر. عم يقول أن الشرطي بحالة خطيرة جدا وحاليا بغرفة العمليات. طبعا بعد هذا الفيديو وهي الحادثة كان في عنا حالة غضب حقيقة من السياسيين الألمان. عمدة مدينة مانهايم قال أنه الهجوم، هذا الهجوم حقيقة ما في كلمات بتوصفه، والجميع في حالة صدمة، وحتى العمدة قال أنه أنا في حالة صدمة أيضا. مستشار ألمانيا السيد أولاف شولز انتقد وبشدة وقال أنا مصدوم من هذه المشاهد، ولا مكان لهذه العقلية في ألمانيا ولا تتناسب مع ديمقراطيتنا. وكمان وزير الداخلية الألمانية عن حزب اسبيدي الاشتراكي السيدة نانسي فيزا قالت أنها مصدومة والتحقيقات جارية إذا كان الهجوم له علاقة بالإسلام السياسي أو لا. والجميع السياسيين الألمان المسؤولين الكبار قالوا ما في داعي للتكهنات للتوقعات أنه ممكن هيك ممكن هيك إلا بعد انتهاء التحقيقات. فنحن بدورنا ندعو يعني إن هاي المشاهد ما نشوفها مرة ثانية. حتى واحد عم ينتقدك، عم ينتقد دينك، عم ينتقد فكرك، عم ينتقد معتقدك، أنت كمان فيك تنتقده. هو ماسك الميكروفون وماسك القلم، أنت كمان مسك ميكروفونين ومسك قلمين وأكتب، وكمان واجهه وجه لوجه بدون العنف. فهذا شيء مرفوض حقيقة في ألمانيا. في خبر محزن من ألمانيا، مقتل الشاب السوري عمره تقريبا 33 سنة، شاب السكيورتي في مدينة بوتسدام عاصمة مقاطعة برادنبورغ في ألمانيا. شاب بيشتغل رجل أمن سكيورتي في إحدى الهايمات مراكز اللجوء الخاصة بالأوكرانيين في مدينة بوتسدام. الرجل السوري 33 سنة اجى لعمله تقريبا الساعة 4 الصبح، وبعدها بساعات الشرطة والإسعاف في مدينة بوتسدام اتلقوا خبر انه في عملية طعن. الشرطة والإسعاف اتوا، ولكن للأسف الشديد توفي الشاب السوري متأثرا بجراحه طعنا بالسكين. المشتبه به بحسب معلومات الشرطة الألمانية لحد الآن هو متحول جنسيا، يعني كان امرأة وتحول إلى رجل متحول جنسيا من الجنسية الجنوب أفريقية، هو المتهم الرئيسي حاليا. تم القبض عليه في محطة حديقة الحيوانات في برلين. وبحسب المعلومات الأولية بتقول أنه رجل الأمن السوري كان عم ينتقد المتحولين جنسيا، ويعتقد بأن هذا الشخص الجنوب أفريقي المتحول جنسيا ما تحمل هذا الانتقاد وما تحمل الكلام، فقام طعنه بعدة سكاكين مما أدى إلى وفاته. والآن المتحول جنسيا الجنوب أفريقي يواجه تهمة القتل الغير العمد. هي هي المعلومات المنتشرة لحد الآن بخصوص هاي الجريمة. وحقيقة يعني عم نشوف بألمانيا جرائم سكاكين، ويعني لازم شخصيا بشوف أنه لازم يكون في تشديد أكثر، وخاصة لمسألة السكاكين. يعني كل واحد عم يطلع لسه عمره 20 سنة 15 14 30، حتى أشخاص كبار بالسن عم يحملوا سكاكين وعم يروحوا وعم يطعنوا هاد وهذاك، بيكون يعني متخالف أو يعني في اختلاف بوجهات النظر. ما في داعي لهذا الشيء في دولة فيها قانون، فيها ديمقراطية، فيها حرية، فيها شيء لازم تلتزم فيه، فيها حق، فيها حقوق، فيها واجبات. فما بعرف حقيقة، لعله عسى يكون في تحرك من الحكومة الحالية أو المقبلة للتشديد بخصوص هذه الحوادث المؤسفة حقيقة، لأن نتائجها كارثية، خسائر الأرواح. فأنا هيك بكون انتهيت من الفيديو. شكرا لحسن المتابعة، نلقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.